كل البلدان التي تنجح في النتائج المدرسية كلها ما عندهاش تدريس قبل السادسة أو قبل السابعة من العمر، ما كانش تدريس. إذا شئنا النجاح فالتدريس والتعليم قبل السابعة من العمر خطير جدا. فالكتاب ما كانش مدرسة في التاريخ في تقاليدنا، يعني ما كانش يعني فترة يعني انتقالية، لا، ما بين الطفل يعني بيعيش في المنزل والطفل اللي راح يولي تلميذ في المدرسة، يعني ما حطوش هذه يعني تحضيرية باش يتحضر نفسيا. كان يتحضر ثقافيا ولغويا. الطفل اللي يتخرج من الكتاب في ذهنه في خلايا العصبية عنده 70,000 مفردة. تعرف ما معنى 70,000 مفردة؟ وعندما نحسب المفردات باللغة العربية مفردة تولد 20 مفردة. مثلا إذا حسبنا كتبة ما نحسبوش كاتب وكتاب، نحسب مرة واحدة المجموعة لكلاس نحسبه مرة واحدة. فسبعين ألف مفردة. نريد اليوم أن نعوض هذا الثراء بهذا الشيء، بهذا النوع من الوثائق. هذا يدخل في تنافس مع القرآن، وهذا عندما تحسب وتحسب بهذا نفس الطريقة، أي تحسب كونتي لي كلاس إنوبا، تحسب المفردات، هنا تجد 50 مفردة. إذا الحداثة والتقدم هي 50 مفردة تحل عوض 70,000 مفردة. إذا الكتاب كان يضمن الذكاء، لأن الذكاء والتفكير بمفردات. كيف الطفل يستطيع؟ وما هو الاختلاف؟ إذا كان الكتاب يعني يضمن الذكاء مثل ما تفضلت سيدتي، في هذه المدارس التحضيرية أو ببرنامج بيداغوجي وفيه يعني دليل للأستاذ اللي راح يلقن هذا الأطفال الصغار يعني هذا البرامج، وش الفرق هنا سيدتي؟ الفرق أولاً الطفل الذكي، الذكاء، محو الذكاء في هذا البلد، محو الذكاء هذه الدرجة؟ نعم، والمشروع هذا ليس جزائري، المشروع ليس جزائري. عندما تطلع على وثائق تاع لونيون اوروبيان، وثائق تاع اليونسكو، وثائق تاع اليونيسف تخصنا، تكتشف ان المشروع مشروعهم ليس مشروع جزائري. قل لي ما هو الجزائري اليوم؟ اليوم في هذا الهول وفي هذا الأزمة الاقتصادية، تكلم طالب هذا المشروع من؟ أعطيني اسمه. لا أحد. بينما ميسيو توما دافا، نعم طالب بذلك. ميسيو كذا وميسيو كذا، نعم. من يخطط لبرنامجنا الدراسي المحلي الجزائري؟ نعم، وهذا ليس بالسر. لا يقولون بل يكتبون. يكتبون، نعم. مثلا عندما ما كنت أعرف باللي هذا بالضبط الموضوع، إلا كنت جبت وثائق حتى أوثق ما أقول. عندنا رابور دو اليونسكو يصرح، وهذا ممكن نجيبه لك بكل، يصرح بأنهم هم الذين، لا ماشي اليونسكو، لونيون أوروبيان، هم الذين صاغوا وثيقة المرجعية تاع وزارة التربية. اسمح لي، هذه السلطات خانوا الأمانة. في كل المدارس للنخبة للنجاح ما كانش تدريس، ما كانش مدرسة قبل السابعة من العمر. أقول لك مثلا في سيليكون فالي في الولايات الأمريكية، نعم، المعروفة بأنها أنجبت كبار العلماء، نعم، وكبار الحاصلين جائزة، نعم، نوبل. تعرف كيف يربون الأطفال قبل السابعة من العمر؟ تماما مثل ما كانوا يترباوا أطفال الجزائر في الأربعينيات والثلاثينيات والخمسينيات الأكثر. سيليكون فالي يدرسون مثل، نعم، أجدادنا. ماشي يدرسون، يربون. ما كانش تدريس. أشرح لك، لأن هدفهم هو الإبداع، سيدي انوفاسيون، بلا. فكيف يتربوا الاطفال بينهم؟ عندهم هما مثل غابه، يعني حديقه كبيره، عائلتهم في دون تري غران اسباس ليماس بارك. فالاطفال مع الاطفال ماشي مسيرين من طرف كبار،
مثل حنا مثلا قبل الاستقلال والدينا ما كانوش يشوفوا فينا، كنا النهار كامل نلعبوا حتى نشبعوا، يجي وقت الكتاب نروحوا 10 دقائق لا اكثر، ربع ساعه لا اكثر. واش فيها هذه العشر دقائق؟ واش ممكن يتلقى فيها الطفل سيده؟ نعم، سؤال مهم وأرد لك. لان اذا قلنا الطفل لازم اذا شئت ان يكون ذكي لازم يكون له 20,000 مفرده في ذهنه، قلت 70,000 مفرده في الطفل من الكتاب. هل بسهوله الطفل الان خذ اي طفل وحفظ له القران؟ ما يحفظلكش، لان هناك شروط للحفظ، شروط لكي الطفل يسمع اليك يستمع اليك، شروط لكي الطفل يهتم بما تقدم له. وهذه الشروط ان الطفل طبيعه الطفل هو الاكتشاف. الطفل في كل دقيقه في كل ثانيه عليه ان يكون في حاله اكتشاف. اذا كان مطلوق هذا طليق هكذا حر بالحركه في يلعب في الشارع في الامن، طبعا في امن، ومن بعد تعيط ومن بعد يجيك تحفظ له قصيده ولا تحفظ له القران بكل سهوله يحفظها. الان مثلا اطفالنا مستحيل توصل الى النتائج معهم لانهم مقيدين، لانهم تحت رقابه. نحن امام خطابين لليونسكو واليونيسف والالاسكو والاسيسكو. تسمع بالاسكو ما هذه الالاسكو؟ هي اليونسكو للعرب. ما هذه الاسيسكو؟ هي اليونسكو للمسلمين. هل هناك يونسكو للمسيحيين؟ هل هناك يونسكو للمغمو؟ هل هناك يونسكو لليهود؟ لا، لنا للحضارة العربية الإسلامية. إذا هذو الناس اللي تسميهم أنصار هذه الأفكار كيف ما يعرفوش القراءة المقارنة، تحليل المقارن؟ أنا مسيو لونيساف يجي يحكي لي يجي يغني لي أغنيته، نشوف ماذا يفعل في أوروبا وأكتشف بأنه نفس الشخص يقول العكس في أوروبا، إذا يدخل الشك. إذا يعني ما يطبقونه عندهم هو تراثنا وتاريخنا اللي كنا ندرسوا به بكري، لكن ماشي تراثنا، منهجيتنا. منهجيتنا عفوا، نعم. لا لا لا، ماشي من تقاليدنا. تقاليدنا في التعليم والتدريس والتلقين كانت هي مبنيه على، وما يصدرونه لنا هو العكس تمام. طبعا، لانهم في حرب، احنا لسنا في حرب، احنا ما فاهمينش هذا الحرب، هم في حرب، حرب معرفي، حرب في الاقتصاد. اذا تتحكم في الشعب، تتحكم على الشعب، تسيطر على الشعب، طبعا يصبح سوق لك. لكن المشكلة سوق لك. المشكلة اليوم السيدة يعني في منهجية التلقين والتعليم أم في محتوى هذا البرنامج؟ في الأهداف. المشكلة في الأهداف. هدفهم 20 مفردة في السنة، والآخرون هدفهم 100,000 مفردة في السنة. فكان مهمة هذه مثلا في فيلاندا ولا الناس ما قلت لك سيليكون فالي، المهمة من 0 إلى 7 من العمر تقديم إرث، تقديم يعني ثقافة. يعني فيلاندا والسيليكون فالي، يعني هنا رانا نهضروا على التوب، يعني أحسن وأجود أنظمة تعليمية في العالم. يعني احنا مع الكتاب كنا في التوب، كنا في أجمل نمط في العالم، لأن جو سي سيكولينغويست فأعرف بالضبط تاريخ إنشاء نظرية الاكتساب. وكيف نشأت؟ نشأت بملاحظة بملاحظة وتحليل النمط تاع الكتاب، درسوه. أعطيك عدة مراجع تاع السنغاس حول ما وأنا ما استخلصت يعني من تدخلاتك سيدتي، أنه في هذه الفترة، فترة أنه بين 0 حتى 7 سنوات، في جانب الحرية، حرية الطفل في أن يتلقن، في حرية الطفل في أن يلعب وقت ما يشاء، أن يكتشف وأن يكتشف وعنده وقت قصير لا 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 حتى يتلقن. نعم، هذاك الوقت سيدتي يعني نفسيا من خلال تجربتك يعني وش فايدته؟ أنه يفهم، أنه يرى العالم، يلاحظ العالم، ويفهم بعدين يفهم يعني بإرادته، ما فيش ملقن. لا، يفهم بعدين، البعد الزماني والبعد الفضائي.
ما كانش تدريس، مستحيل تجلس الطفل وتشرح له ما معنى الزمان وما معنى المكان. هذا ما يفعلونه في هذه الكتب عند التمارين. اليوم المكان والزمان يفهمونه بالتمارين، وهذا خطأ كبير. إذا الطفل الذي لا يفهم، لا يجرب الفضاء والزمان، يستحيل أنه يصل إلى الرياضيات، يستحيل أنه يصل إلى التفكير المجرد، يستحيل أن يفهم التفكير الرمزي. وهذا الذي يشرح الفشل في الرياضيات. وهنا ربما احنا في وزارة التربية جابونا حاجة جديدة، يعني نعم، الوضعية الإدماجية، وكأنه هذا الشيء خليناه يعني في الصغر وحبينا نرجعه هنا في الكبر. رأيت؟ إذا من الصفر إلى السابعة من العمر، البعد الفضائي، التجربة، اكتشاف العالم. الطفل الذي يكتشف العالم يحب العالم تاعه. شوف احنا ظاهرة الفرار من البلد، لأن الأطفال هادو ما عاشوش اكتشاف بلدهم، الوسط تاعهم، المحيط تاعهم، منعوهم. فالرجال اللي من إنتاجي اللي اليوم راهم في القرار في التربية وفي الشؤون الدينية، أقول لهم تذكروا ماذا تعلمتم أنتم، ولماذا حرمتم الطفل الجديد من ذلك الكنز، لماذا حرمتوه؟ نعم سيدتي، ربما أنت كتبتي مقال صغارنا تحت رحمة شركات متعددة الجنسيات، المعرض الدولي 2016. نعم يعني وقلت فيه أنه تعودنا أن نسمع عند افتتاح كل معرض إلى أهداف نبيلة مثل التبادل الثقافي بين الأمم، تعزيز التبادلات الثقافية، وهي أهداف كل المعارض الدولية. فكيف سوف يتبادل وبما وعما سوف يتبادل ذلك الصبي المحروم المسلوق والمسلوخ مع ذاك الصبي الذي ترعرع وتغذى بالروائع الأدبية؟ جاء القانون يذكرنا بأن الحضارة ليست فطرية، بل هي نتيجة بناء مستمر يتم من خلال عملية توصيل وتبليغ. اليوم سيدتي، هل الخلل في عملية التوصيل والتبليغ؟ نعم بالضبط، والخلل في عدم تطبيق قانون دولة، هذا شيء خطير جدا، لأن القانون 2008 يفرض تقديم وإيصال التراث المشترك. عندما بالتراث المشترك نعني مثلا التراث الأمازيغي والتراث العربي، التراث المشترك. هل هناك تقديم التراث مشترك أو غير مشترك؟ لا شيء. إذن لنا وزارة لا تطبق النص الرسمي، بل تطبق إملاء أوامر على النساء. ملكة بوداليا، ربما في نهاية هذه الحصة سؤال شخصي ربما يطرحه أنس، يطرحه المشاهد، يعني كيف سيدة يعني درست طول عمرها باللغة الفرنسية وعاشت في المجتمع الفرنسي ويعني وتلقات يعني كل علومها وكل تكوينها باللغة الفرنسية، لكنها في النهاية تدافع عن اللغة العربية الأمازيغية، اللغات الوطنية؟ مهم أننا نعتز بأصلنا، يعني هذا من الاعتزاز، يعني أن هذا هي لغتي رغم أني ما تلقيتهاش في الصغر، لكن تذوقتها حتى إذا ما كنتش يعني بطلاقة لأخيره، تذوقتها. والآن مثلا أوقاتي، أجمل أوقاتي هي عندما أقرأ الشعراء العرب، هذه هي المتعة اللي عندي الآن.